صباح عليك مرة جديدة. صباح الخير رندا من جديد، وصباح الخير للمشاهدين والمتابعين من خلال فقرة القافلة. انتقلنا معكم الآن إلى وادي أبو صليط. هذا الوادي بتميز بجمال الطبيعة، جمال الجو فيه المعتدل، وأيضا المزروعات المميزة فيه. بدنا نتعرف أكثر رندا على هذا الوادي مع العم محمد العفيشات أبو علي. الله يصبحك بالخير عمي ويعطيك ألف عافية. يعني في البداية تحكينا في البداية عن وادي أبو صليط. وادي أبو صليط غربي ناعور، منطقة اسمها وادي أبو صليط. وادي أبو صليط يشتهر بالخضروات اللي هي الجوافة والعنب والتين والزيتون، ومنطقة دافية ومنطقة يعني جميلة. ونرحب بيكو بالتلفزيون الأردني، ومئة أهلا وسهلا بيكو. وادي أبو صليط يعني من المنطقة المشهورة بالخضار والوديان والمية، وكل شيء فيه نقي وكويس، هواء نقي وكل شيء، يعني فيه مميزات خاصة. منطقة دافية شبه غورية، شايف؟ والحمد لله يعني خضرتها ناجحة وجوافتها ناجحة، ويعني منطقة جميلة. طيب عمي أبو علي، أنت مهتم في زراعة الجوافة، وأصلاً هذه المنطقة بتتميز بزراعة الجوافة. تحكينا عن موسم الجوافة، متى ببلش؟ موسم الجوافة يبدأ من موسمها 15/8، وينتهي بحوالي 15/10. من جوافة من النوع الجيد والنوع الممتازة. الجوافة يعني في عندنا أنواع، منها الجوافة اللي هي النوع اللمبة، والنوع الثاني يعني جاية كمان نوع جميل وكويس، وفي جوافة حمراء عندنا. ويعني ما الحمد لله تسويقها كويس. طبعا تتوقع بدها عناية في الوقت الحالي، شو العناية المطلوبة لزراعة الجوافة؟ طبعا بدها عناية، بدها رش، وبدها سقاية، وبدها تعشيب، وبدها كل شيء، وقنابة، وكل أي شغلة مطلوبة لك. يعني رش دائما باستمرار، يعني كل أسبوعين بدها رش، وبدها يعني متابعة وتقنيب وسقية، بدها ري جيد، يعني ما هو ري بسيط. ويعني اي شيء احنا حاضرين، اي سؤال تساله بنجاوبك. طيب عمي، نحكي عن متى يعني بدا زراعه الجوافه في هذه المنطقه؟ هي زراعتها بلشت بجديد يعني؟ هذه الجوافه انزرعت عندنا من حوالي 10-15 سنه، والحمد لله نجحت، يعني نجاح تام. وجوافه من النوع الجيد، يعني تعلى ما يعلى عليها بكل المناطق، ولا حتى مصر يعلى عليها جوافتها. جوافه من النوع الجيد والنوع اللي ما في منه بكل المنطقه يعني. الله يعطيك العافيه عمي ابو علي، وشكرا لك. بدنا ننتقل للزميل والحبيب داوود السوعير. يعطيك الف عافيه داوود. يعني منطقه مميزه بالطبيعه الخلابه وبالربيع والتنوع الزراعي في هذا المكان. خلينا في البدايه نحكي عن تاريخ منطقه ابو صليط ووادي ابو صليط. طبعا منطقه وادي ابو صليط من المناطق الغنيه جدا بلوى نعور، من سلال الخضار والفواكه المميزه بالمملكه الاردنيه الهاشميه. طبعا وادي ابو صليط منطقة قديمة جدا من نشأة ناعور، وهي مصب لمجموعة مياه ينابيع، منطقة غنية، تعتبر منطقة غورية، تتميز بمجموعة من الزراعات. آخر وأكثر زراعة اشتهرت فيها، وآخر شيء انزرع فيها كان الجوافة، انزرع قبل 15 سنة أو 20 سنة بداياته. اليوم قاعدين نحكي عن مواسم جوافة تتميز فيها لواء ناعور على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، والحمد لله بفضل الله، طبعا بفضل مزارعيننا بلواء ناعور وبدعم التلفزيون الأردني، قدرنا أن نحقق شيء اسمه مهرجان الجوافة الوطني. قاعدين نحضر للموسم الرابع إن شاء الله له خلال الأشهر القادمة. داود، قبل ما نحكي عن مهرجان الجوافة بدنا نحكي عن شلالات المياه الموجودة في هذا الوادي، عيون المياه الموجودة في هذا الوادي. أكيد هذه الأمور بتساعد في الإنتاج الزراعي في هذا الوادي. أساس الزراعة بالوادي هذا هو وفرة المياه، طبيعة درجة الحرارة العالية، طبيعة التربة
الرملية، وبنفس الوقت توفر المياه، وفرة المياه في هذا الوادي رائع جيدة جدا. هي مثل ما قلت لك حسن، هي مصب لمجموعة ينابيع تأتي من جبال نعور وتصب المنطقة هذه. في عندنا مجموعة شلالات، في عندنا مجموعة عيون أشهرها عين الجاموس. هذه العيون هي تغذي المنطقة هذه بالمياه المطلوبة للري. تعرف منطقة حارة تحتاج إلى مياه كثيرة، فكان منطقة الوادي انخفاضه سهل عملية انسياب المياه له من كل الينابيع اللي موجودة بالليواء. طبعا لما نحكي عن وادي أبو سليط قاعدين نحكي عن منطقة متنوعة المزروعات. ننحاز احنا كمنظمين للجوافة، ولكن في عندنا أشجار نحكي عن الأصناف في عندنا مجموعة أصناف كبيرة جدا، الأرض صالحة للزراعة بكافة أنواعها. تشتهر بالزيتون وبكميات كبيرة جدا، التين وكميات كبيرة جدا. طبعا أي منتج أو أي مادة أو أي نبتة تحتاج إلى درجة الحرارة العالية فهي صالحة للزراعة في هذا الوادي، ولله الحمد. الحمد لله متنوع المناخ، تنوع الطبيعة، جهد المزارعين بهذه المنطقة أنه حبوا يعملوا شيء، استطعنا أن نصل للشيء زي ما أنتم شايفينه. أنتم قاعدين الآن منطقة قطعة من قطع الجنة بالمملكة الأردنية الهاشمية. طيب يعني اللي بده يزور داود يزور هذا المكان، يعني من العائلات اللي بتتابعنا الآن خلال نهاية الأسبوع، كيف بيقدر يصل لهذا المكان؟ ما يعني فرصة ومكان رائع جدا للسياحة الداخلية وللزيارات بنهايات الأسبوع والرحل الداخلية بسهولة جدا. أنك تصل للمنطقة هذه ناعور، هي يعني ما بين مادبة وعمان، طريقة لها مجموعة طرق تؤدي إلها. منطقة وادي أبو سليط يقدر يجيها من ناعور البلد، الحي الغربي باتجاه وادي أبو سليط، الطريق سالكة ورائعة جدا، وفي إشارات ودلالات توصلوا لها، ومش بعيدة كثير عن نقدر نقول عن عمان، لا تتجاوز 20 دقيقة أو 25 دقيقة من الدوار السابع. طيب الآن خلينا نحكي عن مهرجان الجوافة اللي بيصير كل سنة، بتميز بالأنواع والأصناف المميزة من الجوافة. طموحنا السنة هذه طموح عالي جدا، قاعدين نخطط لمهرجان نضم فيه كل الجوافة اللي موجودة في المملكة الأردنية الهاشمية. متوقع بأنه نكون 10/9، ما بين 10 إلى 15/9 حيث الموسم. إن شاء الله أنه راح يكون مهرجان لمدة 3 أيام، مهرجان مميز. راح يكون معانا من الطفيلة، من الغور، من إربد، من مناطق ناعور. ناعور طبعا في 3 مناطق بناعور ينزرع فيها الجوافة، المنطقة الأولى والأهم اللي هي وادي أبو سليط، المنطقة الثانية منطقة العدسية، المنطقة الثالثة وسيل حسبان. إن شاء الله الخطة القادمة واللي قاعدين نشتغل عليها إن شاء الله أنه يكون مهرجان وطني على مستوى المملكة الأردنية هاشمية، مهرجان يدعم المزارع، يوصل صوته للمسؤولين، يوصل المشاكل اللي هم يعانوا منها، وبنفس الوقت نروج لمنتج بحق مميز. أنا بالنسبة أن إحنا كجمعية نشام ونشميات لواء نعور نعتبره ملك الفواكه. شكرا لك أخي داود، الله يعطيك العافية، وشكرا للعم أبو علي محمد العفيشات، الله يعطيكم ألف عافية. أعزائي الكرام ومشاهدينا، هذه كانت جولتنا لليوم من داخل منطقة لواء نعور. تعرفنا على قرية العامرية، وتعرفنا معكم على وادي أبو سليط، هذا الوادي اللي بتميز بجمال الطبيعة وجمال عيون الماء والشلالات الموجودة في هذا المكان. ننتقل معكم الآن إلى الزميلة رندا كراتش لاستكمال ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج يوم جديد. Thank you.